من جهتها شرعت ولاية عنابة في عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للانتخابات التشريعية المقبلة. بديس غدادرة. نسجل روحي وجهتك وقتيه وجهتها، قلت باش نسمح لي ديني نفوتي كوم تو لي سيتويان جوري لدرواتي هنا ونفوتي، ولا كش ما حتى كون نخدم في الفوت عندي حق في الكارطه، ولا فهمت كجزائري حق من حقوقي انا. بعد باللي قاعدين نبداو يسجلوا للفوت جيت باسكو ما عنديش كارت قبل نتاع الفوت. والمصلحة مفتوحة من الساعة 9 إلى الساعة 4:30 طيلة أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة. تم استقبال واستلام حوالي 133 ملف تسجيل إلى غاية هذه الصباح. والوثائق المطلوبة للتسجيل صورة لبطاقة التعريف أو جواز السفر لإثبات الجنسية ووصل الكهرباء والغاز لإثبات الإقامة. وفي سياق الحديث عن الانتخابات التشريعية المقبلة، أكد الأمين العام لجبهة التحرير الوطنية أبو الفضل بعجي أكد أن الحزب سيخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة على حديث عن مقاطعتها، كما كشف المتحدث أن قوائم المترشحين للاستحقاق التشريعي القادم سيتم تشكيلها من القواعد الحزبية للفلان عكس ما كان معمولا به سابقا، أين كانت توضع القوائم قوائم بأوامر فوقية حسب بعجي. عز الدين بوهرو. السؤال المطروح له قداه كان عضو اللجنة المركزية في الاحتجاج؟ كان 12 واحد أعضاء اللجنة المركزية، وكاين ثلاثة عقصيين من طرف لجنة الانضباط، كان ما بقاش عندهم صفر، مجموع 15 ما بقاش عندهم صفر. 12 من 500 ماذا يمثل؟ الأمين العام لا يخضع لأي مفاوضة ولا أي ابتزاز مهما كانت. الحادثة الثانية ماناش حابين ما عندناش الوقت باش نذكروا هذو 12 كل واحد واش عنده؟ واش عنده عدل؟ كاين واحد استولى على السكن تاع الحزب وساكن فيه ولقيته كان داير ملف باش يستولي عليه بطريقة غير شرعية. لما جيت أنا أمين عام وقفت لأن هذا مال مش تاع بابا. كاين بعض مجموعة يدعيوا أنهم قياديين سابقين يقولوا بأن الحزب ماذا بينا ما يدخلش انتخابات، مانيش عارف هذه نظرة انهزامية ولا أنانية ولا قول لهم معلش أنا ما دام بعد جاء أبو الفضل كأمين عام ندخل انتخابات ونديوها إن شاء الله. كي تجيو أنتم ما تشاركوش اللي حبيت. وفي موضوع آخر أجرى وزير الشؤون الخارجية صبري بقدوم أمس محادثات مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش، جدد خلالها عزم الجزائر مواصلة العمل المشترك دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا. هذا وقال بقدوم في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر. أكد أن المحادثات كانت مطولة وبناءة مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، رحبنا خلالها بالخطوات الإيجابية المتخذة من قبل الإخوة الليبيين في سبيل توحيد الصفوف، كما جددنا عزمنا على مواصلة العمل المشترك دعما لمسار السلم والمصالحة في ليبيا الشقيقة. وفي السياق ذاته وصل رئيس التونسي قيس سعيد إلى مطار معتقة دولي صباح اليوم الأربعاء، وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائباه موسى الكوني وعبد الله اللافي في استقباله. وكان مكتب رئيس التونسي قد ذكر أمس أن الزيارة تهدف إلى دعم المسار الديمقراطي في ليبيا التي تأمل في إجراء انتخابات عامة في ديسمبر سعيا لإنهاء الصراع المستمر منذ 10 سنوات. هذا وكانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد تسلمت السلطة أمس الثلاثاء من حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.